يقول السائل: ما حكم صلاة العيد في المساجد التي يكبر فيها تكبيرا جماعيا ملحنا في المكبرات وجزاكم الله خير؟ تصلى صلاة العيد في المساجد، ويمنع التكبير الجماعي، وتمنع البدع، ولا تعطل المساجد من صلاة العيد، في حين أن صلاة العيد الأصل فيها أنها تكون في الصحراء، الأصل فيها أنها تكون في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفعل في المساجد إلا وقت المطر. لكن الآن لما انتشرت المباني وتباعدت المسافات وحصل النمو السكاني، ولم يبقى هناك أرض فضاء، فلا بأس من إقامتها في الجوامع رفقا بالناس، تقام في الجوامع، تمنع البدع من المساجد، لأن المساجد بيوت الله، يجب أن تكون مطهرة من البدع والشرك والخرافات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله بيوت الله، يجب أن تطهر من البدع والخرافات والمحدثات. نعم.